اكشن يا عم بودة، اكشن كوليكشن شغال يا عم بودة. صبح لي على احلى واجدع جروب في الدنيا، الجروب اللي بنكبر بيه، وليه جروب كوكو انديس. النهارده جايبين لك شويه دلع من اللي اتمنع، من اللي اتمنع في الفرع المفروشات الرئيسي، فرع ملف السيما. قلت لك من فات قديمه تاه، واللي ملوش جديد قديم ملوش جديد يا عم محمد. النهارده عايزين كله يكسب وكله يستفيد وكله يستفاد باسعار بمنتجات. وكل اللي هعرضه لك النهارده شويه كنابل نوويه. ملف السيما بيشتغل لغايه يوم الخميس والجمعه، النهارده طلع لك يوم الاربع، معناها ان في قنبله شغال. يلا الناس كلها تجمع كده وكله يعمل شير، كله يجمع كده وكله يعمل شير ولايك. تعالى سمي الله معايا كده، بسم الله. الاطفال الستانت بلاك اوت على الغلا ب 300 و 350، اقول لك بكام عند كوكو اند اس. ومش كمان رسمتين ولا ثلاثه، ده انا جايب لك 600,000 رسمه شغال. ايه الحلاوات دي يا عم عبده؟ دي لوحه فنيه مش ستاره يا عم عبده. متر ونص في 2 متر 80، متر ونص في 2 متر 80. كل بقى الفروزن وكل الديزني وكله متاح شغال. شغال يا عم عبده. شغال بكام بقى يا وحش؟ بكام يا عم عبده؟ خلي الناس تجمع معانا الاول كده وتوقعوا الاسعار. كله يتوقع السعر كده. قلنا لوحة فنية دي تتحط على الحيطة دي. يا ناس يا عسل العسل شغال. شغال كله يجمع كده. يلا كله يعمل لايك وبيتفرج. 45 جنيه عند كوكو اند اس. ستاير من اول 45 جنيه عند كوكو اند اس. شغال. شغال يا وحش كله يجمع يلا. الحلاوه والجمال. كل ده بكام؟ ب 145 جنيه. بكام؟ ابو 230 و 350 بيقول لك ب 145 جنيه. ب 145 جنيه. كمان سجل. يا تاريخ. يا تاريخ. تعالى لي كده يا غالي. كله يجمع يلا. كل اللي عندها عروسه تصحيها وتقول لها كوكو جاب عليها وطيها. يقول لك كل اللي عندها عروسه تضربها وتقول لها كوكو عند اس. خرابها يا عم عبده. تعالى يا غالي. بص كده الحلاوه والجمال. يلا كله يعمل لايك وشير كده وبيتفرج على اللايف. بص كده الحلويات. حفر الليزر والقطيفه الشاموزيت والشغل اللي حكايته حكايه. ده 12 كيلو يا عم محمد شغال. شغال يا وحش. بكام بقى؟ بكام يا عم عبده؟ ب 850 و 890 جنيه دلوقتي بقول لك. هو ايه ده؟ الشنطه فاضيه قصدك؟ اللحاف 12 كيلو ب 475 جنيه. ب 475 جنيه؟ لحاف 12 كيلو؟ 475 جنيه. عايز لحاف ب 4000 جنيه هتلاقي، بس عند كوكو اند اس ما بيكملش ال 1000 ونص. شغال. شغال يا وحش. بص بقى على تضليع الفرو. بص على الفرو وبص على القطيفه الشغل الحفر الليزر. لحاف 9 في 1. بس كده بص على الشغل البارز الهاند ميد. كل ده في الحفر. وريهم التفاصيل بس. كل دي ليها تكلفه، اذا كان الهاند ميد ولا البليتيه ولا الفرو ولا الحفر الليزر ولا تكنت اللحاف. تفاصيل بس. قلت لك هنا مفيش عقل بيحسب فيه، قلب بيحس بزبونه. شغال. شغال يا وحش. هتقف تتعلم ما تقفش ايه؟ تتكلم. تبلم. تبلم. بص كده الحلاوه والجمال. شغال. شغال يا وحش. بص الورد اللي حكايته حكايه، الورد ده دخل سعره مفاجاه في الاخر ده. شغال. شغال. طب تعالى هنا بعد اذنك، تعالى هنا عشان الجديد ايه شديد ما بيطلعش غير من عندنا. شغال. شغال يا وحش. شغال يا عقل الوحش. النهارده بقول لك ابيع لك بطانيتين سرير كبير 7 كيلو بكام؟ بكام يا عم عبده؟ 99 جنيه. شغال. شغال يا وحش. شغال يا قلب الوحش. تعالى هنا يا وحش. بص كده الحلاوه كمان. ايه الحلاوات دي؟ تعالى يا غالي. حفر الليزر ده شغل يشرف. ثلاث اربع الشيفونات. مفرش قطيفه. الميزان بتاعه قد ايه؟ قد ايه؟ 14 كيلو. تعالى بص على الظهر. 14 كيلو. بص كده الحلاوه والجمال. قلت لك هنا الجمال عدى ايه؟ كلام. الخيال والكلام وكله يا وحش شغال. شغال يا وحش. عندنا عينه بينه وجواب بيبان. من عنوانه. ادي الجواب وادي عنوانه. ادي الشغل البليسيه وعش النمله ابو 3000 و4000 جنيه، ما كملش ال 1000 ولا ال 900 جنيه عندنا. شغال. شغال يا وحش. شغال بكام؟ يلا كله يجمع كده ويعمل شير يلا. كله يعمل لايك عشان الاكونت يظهر عندنا. $730 جنيه. 730 جنيه؟ كام؟ 730 جنيه. كم قطعه ده؟ ما جاتش على التكايتين الخداديتين بتوعه. شغال. شغال يا وحش. بص القطيفه الفرو باشا. تقفيل النضيف. قول للزمان ايه؟ ارجع يا زمان. ارجع يا زمن الزمان. شغال. شغال. بص كده الحلاوه والجمال. بص الكابوتونيه والقطيفه والخمزه نفسها اللي حكايتها حكايه. بقول لك الوزن 14 كيلو، يعني لو هتبيع بالكيلو يبقى عدي له ايه؟ وادي له وادعي له. شغال. شغال يا وحش. شغال يا قلب الوحش. بص كده الحلاوه وبص الجمال. شغال. كل اللي عامل شير كسبان، كل اللي هيعمل لايك معانا كسبان. عروض للركب النهارده. بص كده الحلاوه والجمال. جايب لك ايه الحلاوات دي؟ بشكير للعروسه. العرايس بقى تجمع معانا هنا يلا. سولي
شغال شغال يا وحش شغال. قلت لك اكتب يا زمان سجل يا ايه يا تاريخ يا تاريخ. الاثنين بشكير اقل بشكير النهارده ب 125 جنيه. شغال شغال يا وحش. البشكير يبقى الاثنين بكام يا عم محمد؟ برضك ب 125 جنيه. ده الواحد ب 125 عبال الاثنين ب 125 جنيه. شغال شغال يا عادل الوحش. تعالى هنا بقى بعد اذنك طقم الفوت. بص الجوده وبص الخامه والعلامه شغل القطن فوق بيكسل. الاربعه مع بعض اللي كانت نازله ب 350 جنيه. شغال شغال يا وحش. شغال بكام دلوقتي؟ ب 175 جنيه. ما جاتش حق هاند فري. ما جاتش حق العلبه الفاضيه. ما جاش حق هاند فري. يلا كل اللي عندها عروسه تعمل لها منشن. شغال يا وحش. شغال بكام؟ ب 175 جنيه. شغال يا وحش. شغال يا وحش. شغال يا عقل الوحش. تعالى بقى هنا اللي عندها عروسه تصحيها وتقول لها كوكو جاب عليها وطيها. تعالى على شغل كله يعمل لايك كده وبيتفرج. خلي الاكونت يظهر عندنا. يلا يا وحش. تعالى بقى بص الحلويات دي شغل كوتون هوم الاطفال. شغال شغال يا وحش. بالوانه وباشكاله حلوياته. بص كده الحلويات. تعالى بص شغل القطيفه البارز. بص القطيفه. بص شغل الاطفال البارز. كم قطعة بقى؟ كم قطعة معاك؟ 8 قطع. 8 قطع، طقم أطفال 8 قطع. 2 مفرش، 2 مخدة، 2 خدادية، 2 تكاية. شغال. شغال يا وحش. 8 قطعة. مفرش قطيفة معاك، كوفرتة أطفال معاك، دفايات معاك، الـ 8 قطعة معاك بكل الألوان، شغال. شغال يا وحش. شغال بكام بقى يا عبد الوحش؟ النهاردة جملة يا حم محمد. بكام؟ ب 1500 جنيه. بقول لك قطاعي عند كوكو اند اس. هو ايه الاسعار دي؟ 470 جنيه. بكام يا 470 جنيه طقم الاطفال الثمان قطع. يعني هتحسب هتلاقي القطعه ب 50 جنيه. قلنا يا بختك وانت مخسرني مكسبي ومكسبني ايه؟ دعاوي الناس. دعاوي الناس. شغال. شغال يا وحش. شغال يا عقل الوحش. بص كده الحلاوه. يلا كله يعمل شير ويعمل لايك وبيتفرج على الفيديو كده. خلي الناس كلها تستفاد بالعروض بتاعتنا. اللي عندها عروسه تعمل لها منشن. لا 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 استنى بس استنى عشان مسكت حاجه كده. شغال طبعا. هو كلكم والملمس ده كوم تاني خالص. من اللي المتر النهارده قماش صافي ب 250 جنيه. يعني هو بياخد له 8 متر في 250 جنيه. يعني قماش بس مبلغ وقدره 1200 جنيه و1300 جنيه. لا مصنعيه ولا كرتونه. قلت لك هنا تقف تتعلم ما تقفش ايه؟ تبلم تبلم. انا جايبه لك اطفال 8 قطع. وبكام؟ ب 469 ديزني والزو كله كله عندنا كده. الخدادية ديت لوحدها. بص الحلاوه والجمال. بص ازاي نرتقي باطفالنا وازاي نجهز بعد كده. الواد مش هيقول لك خرجيني نجهز بناتنا ونجيب لهم الاطفال قبل الهنا بسنه. هو ده الشغل اللي هيخلي العروسه تجيب اطفال في اول شهر عسل. شغال شغال شغال. بص كده الحلاوه. بص الجمال. شغل التركيب. شغال يا وحش. شغال يا وحش. شغال يا قلب الوحش. تعالى بقى كده بعد اذنك عشان بيجيب لك ايه عروض الستائر اللي حكايتها حكايه وروايه. ستائر والحفه وبطاطين والنهارده حكايتك حكايه كوكو هندلع ايه؟ زباينك الملايه. شغال شغال يا وحش. هقول لك برضه عروض على الملايه. تعالى بقى خش على القطيفه الثقيله. القطيفه الشانيليا اللي حكايتها حكايه. بص كده الحلاوه والجمال. تعالى انا ممكن اجيب لك ستاره قطيفه ب 80 جنيه بس تعمل كده تبان الشباك من وراها. دي بتنور. يبان اللي واقف من وراها. لكن دي بص كده القطيفه ب 800 جنيه. كام يا قلب الوحش؟ كام يا عم عبده؟ كده طب وبلاش وصل يا ايه؟ يا ناس يا عسل. يا عسل العسل. والوان وحكايات واشكال كتير. يلا يا وحش يلا. بص كده الحلاوه والجمال. شغال شغال يا وحش. شغال بكام؟ بكام يا عم عبده؟ 125 جنيه. كل الحلويات اللي انت شفتها دي ب 125 جنيه. شغال يا عقل الوحش. على الزجزاج اللي حكايته حكايه وروايه. تعالى بقى عشان الزجزاج ده قنبله دلوقتي من كوكو عند اس لكل زمايله. شغال شغال. تعالى بص كده. يلا كله يعمل شير كده ويعمل منشن لاصدقائه. تزيد بعد النص. شغال شغال يا وحش. تعالى شوف الالوان بقى اللي حكايتها حكايه وروايه. تعالى لي تعالى لي تعالى لي تعالى لي بعد اذنك. هات التليفون وكسبني الناس اللي متابعه معانا وبتعمل مشاركات. يلا كله هيكسب كل كده معانا. يقول تم كده عشان يظهر معانا. كل اللي شارك يقول تم عشان يظهر معانا ويكسب معانا ستاره. الزجزاج والحلويات. تعالى بص الالوان بقى. الوان اللي نفسك فيها. بص كده الحلاوه. كل اللي نفسك فيه عندنا هتلاقيه. كده انا اقول لك على حاجه اهو عشان الناس
ايه؟ اوه ساتالانا ب 165 جنيه. 165 بدل 250 جنيه. زي ما هو يا عم عبده. تطلع بره تدخل جوه هو. زي ما هو. شغال يا وحش. بص الحلاوه بص الجمال. اللي كله يعمل لايك ويعمل شير كده. ب 165. 165 جنيه. فرع ملف السيما سنترال الوراق امام كشري المجنون. طب خد القنبله دي. ده مفرش سفره ده؟ مفرش سفره. خد القنبله دي. اوه. خد القنبله دي بما يرضي الله. شغال. شغال يا وحش. دي ما اقولكش 2 متر 80 انا اقول لك دي 3 متر. 3 متر شغال يا وحش. في شيء لا زياده عن اللزوم. شغال يا وحش. شغال يا وحش، كله يعمل منشن كده لاصحابه يلا. ايه الالوان الجميله دي يا عم عبد؟ الالوان الجميله دي بكام؟ بكام يا عم عبده؟ ب 180 جنيه هتنزل تضربوا بعض عليها. ب 180 جنيه. 150 هتكسر الدنيا. ب 100 لو قلت لك ب 99 دلوقتي يبقى يا خرابي يا ايه؟ يا عرابي. بكام؟ ب 99 جنيه. ب 99 جنيه. بكام؟ 99 جنيه. بكام؟ ده ثمن الحلقه اللي متركب فيها. الشريط النهارده فعلا ب 99 ب 99 جنيه. ب 99 جنيه. ب 99 جنيه يا وحش. يا بخت زباين كوكو اند اس ويا بخت إيه؟ جروبنا ب 99 جنيه. يا بختنا احنا بجروبنا، يا بختنا بزبايننا، قلنا بنكبر بيكم وليكم يا عم محمد. شغال شغال يا وحش. شغال يا عقل الوحش. طب تعالى كده حبلع ده. اضرب. قلت لك سقفوا له الليل ايه؟ بطوله. بطول طوله. شغال. شغال. تعالى بقى على الشغل اللي ده فستان ده. شغال. شغال يا وحش. شغال يا عقل الوحش. بص كده الحلاوه. ايه الحلويات دي؟ شغال. شغال. تعالى خش على شغل مودرن وشغل الدلع. الاثنين لهم طباع. شغال. شغال يا وحش. افرد يا وحش. افرد. افرد خلينا نشوف الحلاوه والجمال. اوه اوه. ولا تقول لي شطا ولا تقول لي نجيب سليم ولا تقول لي التيت ولا الشريك. شغال. شغال يا وحش. قلت لك كوكو عند اس بالغلابه بيحس. شغال. شغال. ومن الابره للصاروخ. مش هيجي هيدوك يا عم محمد. ايوه ايوه شغال يا عمنا. بص كده الحلاوه والجمال. يلا كله يعمل شير ويعمل لايك كده وبيتفرج. المتر بتاعها النهارده وصل 95 و98 جنيه. شغال. شغال يا وحش. شغال بكام بقى؟ كام؟ طقم الستاره على بعض كل 2 متر ونص. يعني ما بقولكش ال 2 متر ونص ب 250 جنيه. انا هقول لك معكوك تبص تزيد ايه؟ نص. نص يا وحش. شغال. شغال يا وحش. شغال بكام؟ ب 125 جنيه. ب 125 جنيه. الستاره الفستان. بص كده الحلاوه والجمال. الستاره الفستان. وشها زي ظهرها. شغال. شغال يا وحش. شغال يا عقل الوحش. ما بتتوسخش دي. البلكونه موجوده متر ونص موجوده 3 متر موجوده وسعر العرض. شغال. شغال. يلا كله يجمع كده وكله يعمل منشن لاصحابه وكله يشارك اللايف ده. كل اللي هيشارك اللايف ده كسبان. خصومات تصل ل 50% فرع المفروشات ملف السيما عند اخونا عبده بود ده. نانا بريشة. نانا بريشة؟ بريشة. بريشة. بقول لك اللي على راسه ايه؟ ريشة. ريشة. شغال. شغال. جبنا لك البطانية بالريشة. شغال يا وحش. شغال يا وحش. شغال يا عقل الوحش. الوان كتير واشكال كتير وكل اللي نفسك فيه عندنا هنا هتلاقيه. طب تعالى اقول لك على حاجة. قول على طول. عايز النهارده مفرش قطيفة حفر ليزر معاك. كده لون؟ كده بتلون. كده لون. بطانية معاك 4 كيلو الا ربع معاك. شغال. شغال يا وحش. نص بطانية معاك هتنفع معاك للسفريات للرحلات لكل حاجة. خفيفة. خفيفة اخف من الخفيفة. وبتسخن الجسم تولعه نور. اعلى خامة بوليستر ممكن تقابلها شركة نانا. قلت لك كل اللي فات بوري وكل اللي جاي ايه؟ بطاطين كوري. 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 شغال. شغال يا وحش. شغال يا قلب الوحش. كله هيكسب، كل اللي هيعمل شير ويكتب تم معانا دلوقتي هيكسب. كده وريني مين هيكسب مين؟ امسك التليفون. ايه الحلويات دي؟ وريني الحلويات. خد يا عم عبد. خد الحلويات دي بكام؟ كام يا عم عبد؟ ب 195. ب 195 جنيه؟ ده الواحدة؟ ب 195. عايزين نشوف مين هيكسب. مين معانا كسبان؟ خش على الصفحة الشخصية. قافلة الصفحة الشخصية. قافلة الصفحة. كله يعمل شير ويكتب تم، كله يعمل شير ويكتب تم ويعمل لايك عشان اكونتك يظهر عندنا. استاذة روما احمد. استاذة روما مبروك. 1000 مليون مبروك اهو. عايزين كله يكسب وكله يستفيد يا عم محمد. كله هيستفاد مننا يا عم. شغال. شغال يا وحش. شغال يا قلب الوحش. ايه الحلويات دي؟ نانا ريشة. كل ده ب 195. نانا بريشة. نانا بريشة.
كل ده بكام؟ ب 195 جنيه. انا جاي اهو. اللي عندها عروسه تضربها وتقول لها كوكو اند اس خرابه اهو. ايه الحلوات دي؟ استنى كده. سرير كبير خمس قطع، بص كده طقم سرير كبير خمس قطع. شغال؟ شغال يا وحش. ب 149 جنيه. الخمس قطع؟ يعني الحته ب 30 جنيه؟ ب 149 جنيه. ب 149 جنيه. بص كده الحلاوه. الوان قطن. الناس اللي كانت بتدور على عرض ال 10 تطقم ب 1000 ونص من سنتين فات، جايبه لك النهارده بشكل اقوى بجوده اعلى بخامه اعلى. شغال؟ شغال يا وحش. شغال بكام؟ ب 149 جنيه. شغال؟ شغال. كده الحلاوه. كله يعمل شير ويعمل منشن للعرايس اللي عنده، استفدش بالعرض لوحدك، ما توقفش عندك. طقم ملايه، مش هجيب ال 30 طقم ملايه من ابو 800 جنيه وابو 900 جنيه. شغال؟ شغال. لازم اجيب خمسه مشجر، خمسه مطرس، خمسه وسط، خمسه ساده. لازم. شغال؟ شغال. شغال بكام؟ ب 150 جنيه. طب وال 10 طقم ب 1450 جنيه. ال 10 تطقم ملايات ب 1450 جنيه؟ ده 8 طقم واحد يا عم عبد. شغال؟ شغال يا وحش. شغال يا عقل الوحش. تعالى بص كده بقى. تعالى معايا هنا بص تجيب النص. ايه الحلويات دي؟ ريتال وحلويات ريتال. ريتال وجمال ريتال. بص كده الحلاوه، بص الجمال. ايه الالوان الجامده دي؟ بص الشغل اللوكس اللي حكايته حكايه، القطن، الحلويات الكلاسيك الهادي. ابو 500 و700 يا عم محمد. شغال؟ شغال. بص كده الحلاوه كمان. الكورنيش دوت بس لوحده والخامه القطن ديت، بص تبقى عامله ازاي على السرير. هتحسب هتلاقي خامه بس معديه 450 جنيه. بقول لك ب 299 جنيه. ب 299 جنيه، ثمن الكرتونه فاضيه. 299 جنيه. شغال؟ شغال. الابل 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 الازرق على الاسد بيمنع الحسد يا عم عبده. ايه الحلاوات دي؟ ابل اوريجينال دي. ها 220 في 240 مقاس البطانيه الاستاندر. خد يا واحد. شغال؟ شغال. ايه الحلاوات دي؟ مقاس كبير مش مقاس. حفر ليزر. شغال يا وحش. حفر البطانيه 3 كيلو ونص. شغال؟ شغال. يبقى الاثنين وزنهم كام؟ 7 كيلو. 7 كيلو. والاثنين مع بعض بكام؟ بكام يا عم عبده؟ البطانيه الواحده بكام؟ البطانيه ب 400 جنيه؟ 400. انا جايب لك العرض النهارده الاثنين بكام؟ الاثنين بكام؟ بص كده الحلاوه والجمال ده. خلي الناس كده تتوقع معانا السعر. توقعوا سعر الابل دي، واللي هتوقع صح كسبان معانا طقم الابل. مشاركات وكومنتات ولايكات عشان كله يعمل تم ويعمل لايك وبيتفرج كده، خلي الاكونت بتاعك يظهر عندنا. عشان كله يستفيد. شغال؟ شغال. شغال. بص كده الحلاوه. الوان كتير واشكال كتير، وكل اللي نفسك فيه عندنا هتلاقيه. شغل جرف يا عم محمد. شغال؟ شغال. يلا كله يعمل شير ويعمل لايك كده ويعمل منشن لاصحابه، خلي الناس كلها تستفاد، ما توقفش العرض عندك. بكام يا عم عبده؟ احنا قلنا الواحده ب 400 جنيه. الاثنين مع بعض ب 499 جنيه. يا خرب بيتك يا عبده. الاثنين بطانيه كبيره مش بطانيه اطفال. اتنين بطانيه كبيره. 3 كيلو ونص. شغال؟ شغال. بص كده الحلاوه والجمال. شغال؟ شغال يا وحش. قلنا قشطه قشطه بعسل النحل. واللي عايزنا ينزل تحت ملف السيما امام كشري المجنون. وراه عند ملف السيما. شغال؟ شغال. ده ميسي تويست الثلاثة مع بعض البارزة اللي كانت ب 250 جنيه دلوقتي بأشكال ديزني ب 190 جنيه. ب 190 جنيه. الوراق عند سنترال، وراق عند ملف السين امام كشري المجنون، اجدع جروب في الدنيا جروب كوكو اند اس.